فوائد الميرمية. الغرغرة بمنقوع الميرمية مفيدة لعلاج التهاب اللثة وتقيحها وعلاج اللوزتين. مستحلب الميرمية يساعد في علاج الشلل الدماغي لأنه يساعد على تقوية الأعصاب. تقوية وتحفيز جهاز المناعة لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن. تعالج أمراض الرشح والإنفلونزا والربو والحساسية. تساعد على تقوية الذاكرة. تساعد على التخلص من الإسهال عند الأطفال. الميرمية علاج لمرض السكري، حيث تخفض مستويات السكر في الدم، معالجة الاضطرابات الهضمية وفقدان الشهية.